السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على لعاب، يعني من نقولوا لعاب حكيم زياش، وين يسجل هدف 23 على بعد 4 أهداف عن الباصيري صاحب المركز الثاني في قائمة هدافين التاريخيين للمنتخب المغربي. شو كيفاش هذا؟ واه يبغي بلاده، هذا يبغي بلاده، هذا يبغي بلاده، هذا مشي وقت السيادة يجي تطيار الماء. شوف هذا وقت السيادة يصيد. صح احنا عندنا السي محرز تاعكم اختار العطلة تاعه، اختار العطلة ودالكم فيم، ودالكم فيم، صنع لكم فيم مليح لأنه خبيث. هذه هي، شو الفرق بين زياش وبين محرز تاعكم؟ راك تشوف الفرق كي داير. رجالة تبغي بلادها، أمن بلي هذه البلاد عطاته زياش، يقول بلي هذه البلاد عطاتني زياش. مين تهدر معاه يقول لك هذه البلاد مدتلي، دارتلي اسم، مدتلي جيت نلعب بصح دارتلي اسم. بصح حنا لا، حنا لا، ماشي كيف كيف، حنا يردو جوار كبير على بلاد كومبلي، يردو اونترينر كبير على بلاد نورمال عادي خويا. يديرولك ارباب رب، يقولك هذا هو الرب، اي عبده، وإلا ما عبدتوش تا خائن وراك كافر متالي كاع. وين حقق الدولي المغربي حكيم زياش رقم قياسي رفقة المنتخب المغربي بهدفه أمام المنتخب الزومبي برصف الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ورفع حكيم زياش رصيده إلى 23 هدف في المركز الثالث الأفضل هدافين في قائمة المنتخب المغربي عبر التاريخ على بعد 4 أهداف من صاحب المركز الثاني صلاح الدين بصيري ب 27 هدف، ويتصدر قائمة أفضل هدافين منتخب المغرب المهاجم السابق لفريق شباب المحمدية أحمد فارس برصيد 36 هدف. مات الله يرحمه، قيل هذا، قيل مات. ما نعرف والله، ماني والله ماني قلبها مليح. هاك تشوف الناس اللي تخدم، ناس تخدم لبلادها خويا، ناس تخدم لبلادها، ناس ما تخدمش الأشخاص. زياش مع من فات؟ مع من خدم؟ مع من خدم؟ خدم مع، خدم مع، مع رونار، خدم مع، خدم مع فايتش، من بعد راه خدم مع، مع الركراكي، مع وشي. عارف بلي غادي يجي مثل البلاد، غادي ناس غادي يجي مثل البلاد، ناس وتسيبو مناصرين يعني تاع المغرب هما اللي غادي يناصروه. يعرف بلي غادي يجي نهار وكاع يروحوا حتى اللي يكونوا في التريبيل ويموتوا ويجوا ناس واحد اخرين، لكن التاريخ يبقى، التاريخ يبقى والمنتخب يبقى بالتالي كاع. هذه هي اخويا، التاريخ يبقى، تشتري الحاجة اللي ما غاديش تروح. التاريخ هذا مكان، التاريخ برك اللي ما غاديش يروح. بصح كاع الناس ترحل، وين راهم؟ وين راهم اللي كانوا يتفرجوا في الخمسينيات والستينيات؟ وين راهم؟ أغلبية ماتوا، اللي كانوا في ذاك الوقت كان عندهم، عندهم 30 عام و 40 عام و 50 عام، الأغلبية كاع ماتوا مساكين. هذه هي. هذه يا خويا، على هذيك نقولوا بلي المنتخب يعني المغربي بخطه ثابته، لان ما عندوش، ما عندوش مؤامرات داخليه، ما عندوش مؤامرات داخليه، ما كاش مؤامرات داخليه، ما كاش، ما كاش. على هذيك الناس ناجحه، الناس نجحت من هذا الصوالح، ما كاش تصفيه، صفي صفي واشرب. حنا لا، حنا تصيب لاعبين يعني ما ماذا بهم لاعبين يلعبوا لاعبين مايو تاع منتخب تاع بلادهم يحوسوا باش يخسروا، باغين يخسروا.
داروها مقبل داروها في 2022 باش يطردوا رئيس اتحاديه الشاب ديال العماره. هياو كانوا ضامنين قالك نروحوا لكوب دي موند حنايا ندوا معنا اصحابنا ونروحوا عشان ربي معاقبكم. 10 ثواني الاخيره رقد قالك رقد كوب دي موند يروحوا لها الرجاله، كوب دي موند يروحوا لها الرجاله ما يروحوا لهاش ناس وحد اخرين، يروحوا الرجاله برك. هذه هي وين المغرب، يعني وين المغرب يحقق فوز على زومبيا ويتصدر المجموعة. حقق المنتخب المغرب فوزا صعب على حساب زومبيا بنتيجة هدف لهدف في مباراة والتي جمعت بينهما يعني مساء اليوم ضمن منافسة تصفيات كأس العالم. والتقى المغرب مع زومبيا على أرضية استاد أكادير في إطار لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات تصفيات المونديال. ويتواجد المنتخب المغرب في صدارة المجموعة الخامسة يعني التي تضم إلى جوار منتخب زامبيا والنيجر وتنزانيا والكونغو وأرتيليا أرتيليا انسحبت. وسجل حكيم زياش الهدف المغرب الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق ضربة جزاء، بينما أضاف إلياس بن صغير الهدف الثاني لأسود الأطلس بالدقيقة 67 من عمر المباراة، بينما أحرز إدوار هدف زومبيا الوحيد في الدقيقة 80 من عمر المباراة. يعني وين كانت لما دخل الشك خاصة لدانيال مينيت في 94 دقيقة وين ضيع هذاك تاع زومبيا يا ربي. وبهذه النتيجة وصل المنتخب المغرب النقطة السادسة في رصيده بصدارة المجموعة بعد الفوز بمباراة يعني يوم وتنزانيا وين تنزانيا في الجولة الثانية بجانب تأجيل مواجهة أرتيريا في الجولة الأولى، بينما تجمد رصيد زومبيا عند 3 نقاط من فوز وحيد وهزيمتين محتل المركز الثاني في المجموعة. شوف وين زومبيا ما جاتش سياحة زومبيا فين جات باش تربح في تكون عندها 6 نقاط خويا، كان لي غلط استخدم معه خدموها عندهم ثقة عندهم ثقة كسبوا ثقة كبيرة خويا. هذه هي راك تشوف زياش تدرب وكان مصاب، كان مصاب هذا الاسبوع واخرج وين قال لهم اخرجته لعدم يعني مخاطره به. شو كيفاش كان مصاب قاعد يلعب ولعب حنا لا راك تشوف كيفاش خويا اش تعرف كان مصاب. لكن انا كي تشوف ناس ينشروا الصور تاعهم بعد الهزيمه تاع المنتخب الوطني هما لاعبين نشروا صور تاعهم، هذاك الخبيث تاع محرز ينشر في الصور تاعو يعني فرحان علاش افرحوا الجزائر تستاهل دارت لك اسم وما انت كراك تبكي على الكوب دي موند تبكي عليها صحتهم مغاربة يخدموا خويا يبغوا بلادهم، مغاربة يبغوا بلادهم، شعب يبغي بلاده، لعابة يبغوا بلادهم. الأولى الشعب ما يستشفاش في بلاده كي تخسر جامي. لي ظالمو نعاودها لكم، لي ظالمو ما قالوش لوف عاود ولي بعد إقالته 2018 موراها 4 تاع مدربين بصح ما قالوش لوف عاودوا رجعوه لنا كاش، ما قالوش عاودوا ردونا اللعابة تاع 2014 ما قالوهاش خاطش يعرفوا بولا. حنا مازال كاين مازال ينادي على واحد عنده 37 عام، واحد عنده 36 عام، واحد عنده 35 عام مازال يعيطوا عليهم. أرواح انت اسهم باللي راهم يعيطوا عليهم هذا، أرواح انت اسهم، أرواح انت لماذا؟ ما تنساوش عطونا شي كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا بدون نسيان تفعيل الجرس وربي يحفظكم.